السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المذيب او انتفريز، الزوزن، ايه هو الزوزن؟ ايه مكوناته؟ ايه العناصر اللي داخله فيه؟ ليه اصلا احنا اصلا كفنيين تبريد وتكييف بنشتغل بالزوزن؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم مجددا في قناه مختصون في التبريد المنزلي. موضوعنا اليوم هيكون عن الزوزن. الزوزن الموجود هو بيجي بالشكل ده، بعلبه مبهمه ما عليهاش اي حاجه خالص، اي بيانات بالشكل ده، وفي بيجي تاني عليه تيكت هنا. المهم ده الموجود في السوق. الزوزن ده الفنانين بتستخدمه عشان خاطر في عندها سدد بيحصل في الدايره. السدد ده ناتج من ثلاث حاجات، لا اما سدد رطوبه، لا اما سدد زيت، او سدد في اللحمات. طبعا الزوزن مش هيشيل سدد اللحمات، ملهوش دعوه بيه. اذا الفني بيستخدمه عشان خاطر سدد الرطوبه او سدد الزيت، ده الرطوبه ديت اصلا متكونه من ايه؟ من اما الكباس كان شرب ميه والفني ما نضفوش كويس، وبقت الميه مع الشغل اللي تطلع من قلب الكباس تطلع فوق في الدايره، او الفني ما فاكيمش فاكيوم كويس وشغال بالفاكيوم الذاتي. نبدا نحط النقط على الحروف يا جماعه. اولا لو احنا بصينا على الشركه المصنعه الخاصه بالزوزن، هو ده بيكون مصنع من كلور الميثان. كلور الميثان ده اللي هو التركيبه العلميه بتاعته CH3Cl، اللي هو اصلا داخل من ضمن تصنيع مواد التبريد، اللي هو اصلا موافق مع خواص الكلوروفلوروكربون اللي بيتكون منه الفريون. يعني ده مش مضر بالفريون ولا مضر بالزيت ولا مضر بالحاجات اللي داخل الكباس، لان يعتبر من ضمن المواد المصنعه. لكن اي زوزن فيهم بقى هنشتغل عليه؟ ده النقطه اللي نتكلم عليها. والبدايه قلنا دي جاي علبه مبهمه ما عليهاش اي بيانات. الفني لما بيخش على ثلاجه ويبدا يعمل عليها فاكيوم ذاتي، واتكلمنا قبل كده على موضوع الفاكيوم كتير لما تعبنا منه، لحد ما في بعض الفنيين قالت انت وجعت دماغنا بيه اساسا، والبعض الاخر قال كلام تاني والكلام كتر حواليه وقال احنا شغالين فيه بقالنا سنين طويله بالشكل ده ما حصلش اي حاجه. مش انت اللي هتيجي تقول الحاجات الجديده، انا ولا بقول ولا بعيد. كل واحد يشتغل بالطريقه اللي هو عاوزها، ولكن كل واحد بيقدم النصيحه وخلاص، ازيد من كده مالناش دعوه. الفني لما عامل فاكيوم ذاتي هو مفكر كده اللي هو شال الهواء اصلا من الدايره. احنا بنعمل فاكيوم يا جماعه عشان يشيل الرطوبه من الدايره وليس الهواء. الهواء حاجه والرطوبه حاجه ثانيه. الهواء في اقل من 3 4 دقائق بيكون طالع، الرطوبه اللي محتاجه وقت كتير ومجهود كتير عشان تطلع من الدايره. الرطوبه دي تطلع من حالتين اتنين اتكلمنا عنها قبل كده، يا اما عن طريق التسخين او طريق الفاكيوم، اللي انا بنزل الضغط تحت الضغط الجوي عشان يبدا يسخن او يغلي الرطوبه ويطلعها من الدايره. ولكن الفني لما بيستخدم الزوزن ده بيخش جوه الدايره ما بيتجمدش، اللي هو انتي فريز، ما بيخليش اصلا الميه تتجمد كانها ماشيه مع الدايره عادي ما فيش اي مشكله. ولكن عندي هنا مشكله، اللي الميه موجوده ده بالفلتر ايه لازمته اصلا داخل الدايره؟ مش الفلتر ده لازمته الاساسيه اللي هو يمتص الرطوبه؟ طبعا الرطوبه كتير، فبتبدا تهرب من الفلتر وتطلع تاني داخل الدايره، فبتاجي على اقل جزء موجود في الدايره واقوى واضيق جزء وهو الكابيرالي، وتبدا تسد فيه لان بيخش عن طريق التجميد فتبدا تتجمد. ده بالزيت ايضا بيتجمد، طبعا الزيت لو داخل في الاماكن الضيقه بيتجمد ويحصل عندي تجميد، الفريون ما بيمشيش، ومن عوامل سدد الثلاجه اللي هو الضغط عندي على العداد بينزل تحت الصفر، او الشبكه بتبرد، او صوت البخ بقى معدوم عندي، وكل الحاجات دي انا بحسها وانا فني واقف جنب الثلاجه. الزوزن قلنا من التركيبه بتاعته الكلوروميثان، وقلنا ده بيخش من ضمن تركيبات مواد التبريد الفريون، ما بيأثرش على حاجه وبيتوافق جدا 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 مع خواص التبريد، ما فيش اي مشكله فيه. ولكن قلنا اي زوزن نجيبه؟ المشكله هنا عندي اللي الشركات المصنعه للزوزن، لو انت دخلت اصلا بحثت على جوجل وبحثت على كلمه زوزن اساسا، هتلاقي الشركات المصنعه بتحذر من تواجد المواد الصلبه او الميثانول، وده كان بيصنع بيه الاول الزوزن على فكره، لان قال لك الزوزن الحديث يا جماعه او المنتج الحديث ما بيحملش اي مواد صلبه او الميثانول. ده لما تخش احاول اسيب لكم رابط ده
في الوصف ان شاء الله بتاع الفيديو، ولكن انا حبيت ان انا اتكلم على الزوزن بشكل علمي وبشكل بسيط وبشكل بسيط عشان الفنانين تستوعب. المشكله عندي هنا بقى، واللي هو واقع فيها الفنيين، اللي هي اصلا هتضيف قد ايه في الثلاجه؟ يعني الفن دلوقتي ياخد العلبه دي كلها يحطها في الثلاجه، ده لو هو الزوزن الصحيح المظبوط اللي متوافق مع خواص التبريد. يا جماعه يعني انا ارجع تاني عشان خاطر الكلام بتاعي ما يتاخدش بمعنى غلط او بمعنى تاني، ده الزوزن ده لو مظبوط ومتوافق مع مواد التبريد، لان ما عليهوش اي علامات، ما عندهوش اي تاتا شيت عنده عشان اعرف هو ده ايه بالظبط، ما عليهوش اي شيء جاي لي في علبه كده. في بعض الفنيين بتستخدم الكحول وبتروح الصيدليه تجيب الكحول، احنا عارفين تركيبه الكحول ده ايه يا جماعه، في منه اللي بيأثر على الحديد الخاص بالكباس، في منه اللي بيأثر على الفلتر الخاص بالكباس، في منه اللي بيأثر على مواد العزل والسلك والبست والحاجات الخاصه بالكباس، عشان في فنيين بتقول لك انا اشتغلت بيه سنين ما اعملش حاجه، اشتغل. المهم اللي انا عندي، انا بتكلم بشكل علمي، انا كوليد ابو العينين مقتنع بيه او مش مقتنع بيه، انا ما بشتغلش بالزوزن الا في الدور القصوى خالص 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 خالص، وبحاول اللي هو ما يدخلش على الكباس نهائي. حاول اني اشتغل بره الفريزر من بعيد على الكباس، اشتغل في الشبكه بعيد على الكباس، وابدا بعدها ان انا انضف. خلاص الزوزن ده بقى احطه جوه الدير ازاي؟ مواصفاته ايه اساسا اللي انا احطه جوه الدير؟ هل هو كده بالشكل العام اشيل على قد ما اشيل واحطه جوه الدير؟ لا طبعا، حتى لو انت فتحت الديتا شيت بتاع الزوزن هيقول لك مثلا بشكل تقريبي ممكن 3.75% ده هيخش على الواحد لتر. خلاص يا جماعة، 3.75% ملي هيخش على الواحد لتر، قال حوالي الملي حوالي عن 1 سنتي او حاجة زي كده، او 10 يعني، ايوه حوالي يعني نص سنتي تقريبا كده، حوالي عن نص سنتي على 1 لتر. يا جماعة اخواننا بتوع التعديلات هيقولوا لنا، بس هو حوالي عن 1 سنتي على 1 لتر. اذا انا عندي الدايره بتاعه التبريد احط فيها قد ايه؟ في بعض الشركات اختلفت، اللي انا احط مثلا جرام 2 جرام منه، احط مثلا لو 2 مللي 3 مللي منه داخل الدايره حسب المساحه او الحجم بتاع الدايره. ولكن انا بصفه عامه بدايه التبريد، لو انت تستخدم الزوزن الاصلي المظبوط اللي شركات اتكلمت عليه، ممكن تحط 1 مللي او 2 مللي داخل الدايره وتوكل على الله لو الاصلي المظبوط. حسب الداتا شيت اللي انا شفتها وكل حاجه اللي انا شفتها، اهم حاجه ما يكونش من تركيبته الميثانول او مواد صلبه يا جماعه. هو الكلور والميثان ده تركيبته معروفه، واقولها تاني CH3Cl، وحتى لو بحثتوا عليه وكان من ضمن اللي بيصنع ليا مواد التبريد، وكان بيرمز له برمز R40، اللي عاوز يبحث هيبحث ان شاء الله هيلاقيها. ولكن نخلي بالنا انا احط الزوزن جوه الدير ازاي. في فني يقول لك انا اعبي علبه من بتاع الفلتر، الغطاء بتاع الفلتر اعبي فيه الزوزن واحط واحده او واحده ونص او احط العلبه كلها. لا خلي بالك الزياده فيه بعضك غلط، هو حوالي عن ملات بسيطه او جرام او 2 جرام، ما تزيدش عن كده وتوكل على الله. وان شاء الله الزوزن المصنع في الشركات الاصليه اللي عليها التاتا شيت بتاعتها وكل مواصفاتها موجوده مظبوط، ده ملهوش لازمه. اي فني بيشتغل بكحول بيقول اروح اجيب سيبرتو اصلي او كحوليات من الصيدليه واشتغل بيها، طبعا دي غير متوافقه يا جماعه، لان مشتقات الكحوليات كثيره جدا جدا جدا، في منها اللي متوافق معانا وفي منها لا، والشركات المصنعه بتحاول هي تعمل كل حاجه متوافقه. انا حاولت ان انا اختصر كلمه الزوزن بحاجات بسيطه، كلمه زوزن اصلا معناها مذيب او انتي فريز مانع تجميد، ولو حطيناها في الفريزر ما بيجمدش، حتى لو جبت بعض مواد الكحوليات حاطها في الفريزر ما بيتجمدش، وده مش معناها اللي هو موافق معانا في مواد التبريد بتاعتنا، دي مش معناها اللي هو يمشي معانا في الدايره. ده الدايره من جواها بيستم وحديد ونحاس وزيوت وفروينات وحاجات كتيره كلها، لكن نصيحه اخرانيه، بحط الزوزن لايه؟ عشان خاطر الرطوبه، فاكيوم كويس، نظف كويس، كل ده بعيد على الكباس، مش هتحتاج الفاكيوم، مش هتحتاج الزوزن. ده انا بقدمها نصيحه، مش كل حاجه على طول جيب زوزن وحط فيها، مش كل حاجه جيب رطوبه لسه كده كده موجوده جوه الدايره يا جماعه، رطوبه اي نعم هي ما اتجمدتش،
بس بتأثر معايا على البستم، بتأثر معايا على الفلتر، بتأثر معايا على حاجات كتيرة جدا 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 جدا. نخلي بالنا. تحياتي لكم جميعا، كان معاكم رضا بالعينين من قناة مختصون في التبريد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.